في نفس الاطار كابتن ايمن، مين الصفقه اللي انت شفت نادي الزمالك جابها وادت الاداء او قدمت المردود اللي انت كنت متوقعه كواحد من جمهور نادي الزمالك قبل ما تكون لاعب ونجم كبير وكابتن من كباتن نادي الزمالك، ومين الصفقه اللي انت شايف انه لا يعني انت عندك احسن من كده بكتير وما فتش نادي في الزمالك لسه؟ هما اتنين يعني، عبد الله وداوده الاثنين انا شايف ان هم منتجين جدا. عبد الله جمعه واحمد داوده. يمكن داوده ما شاركش الفتره اللي فاتت كتير، بيلعب على فترات. دول انا شايف ان هم يعني الاثنين اللي بيحاولوا وعندهم القدره ان هم يتاقلموا بسرعه ويستوعبوا ان هم ازاي بيلعبوا في نادي الزمالك. اللي مش مستوعب ده كاسونجو. يعني كاسونجو، وده زي ما قلت لحضرتك قبل كده ان ده هيرجع للاختيارات الاولانيه. انت ازاي بتقيم اللعيبه وازاي بتجيبها وازاي بتشتري كاسونجو. وزي ما قلنا النقطه برضو عشان الناس ما تقولش ان انا بتكلم على لعيبه وحش، انا ما بتكلمش على حد وحش، لكن ده ما يقللش من كاسونجو. هو لعيب كويس وفيرود خطير، لكن وانت بتلعب في الاتحاد غير ما بتلعب في الزمالك، مساحات في الاتحاد بالزبط. غير المساحات في الاتحاد الزمالك، كل الفرقه بتهاجمك. وجونت انتوي نفس القصه برضه بالظبط. وانت بتلعب في الزمالك كل الفرق بتلعب في حوالي 20 25 ياردة عشان هم جايين يتعادلوا مع نادي الزمالك او جايين يلعبوا على الهجمه المرتده فهيقفوا. فكاسونجو ما عندوش مساحات. فانت اختياراتك لده، انت محتاج فيرود يبقى عندك محطه، والاثنين او الثلاثه اللي تحت اللي بيلعبوا دول يبقى عندهم سرعات رهيبه. ده في العالم كله متعارف عليه. لكن محتاج اللي بيلعب الاسترايكر الصريح، مش لازم يكون بالسرعات اللي هي الرهيبه. يعني جون انطوي مش سريع صحيح، لكن هو فيرود تسعه الاسترايكر بالظبط. برافو عليك. تسعه في ال 18 مهمه جدا رهيب. كلمه تسعه دي خلي بالك. فيرود محطه. انا هو دلوقتي جون انطوي بالنسبه لي اهم فيرود في مصر، او هو الفيرود الصريح الوحيد اللي موجود في مصر. صحيح صحيح. انا بحبه جدا.